ما راح تكون حلقة نارية. 800 حصان، 800 نيوتن متر، 800 كيلو داون فورس. السلام عليكم، حياكم الله. معانا اليوم احنا في البرتغال، تحديدا في حلبة استوريل. هي الحلبة اللي احنا راح نجرب فيها السيارة العظيمة هذه اللي هي المكلارن السنة. هذه فيرجن جديد من المكلارنز اللي هم راح يكون عندهم سيارات تراك كارز، هذه واحدة منهم. ولكن علشان ناخذ على الحلبة أكثر راح نطلع أول شيء ناخذ لفة نتعرف على الحلبة أكثر في المكلارن 720، أيضا سيارة وايد سريعة عشان يعطونك الانطباع، لأن تقريبا نفس مجال الرؤية وانت قاعد داخل السيارة وانت تسوق. بعدين راح نركب السيارة العظيمة هذه، فراح نكون عندنا شوية فكرة أكثر عن الحلبة وشون صايرة اللفات ومتى نطق بريك ومتى نخفف والأشياء هذه كلها. السيارة هذه فيها الكثير من الأشياء اللي لها علاقة بالأير دينامكس، علشان كذي هي سيارة التراك، تقدر تحط عليها لوحات. وهذا الفرق اللي هم سووه، انهم ما سووا لك سيارة شارع تروح فيها حلبة، سووا لك سيارة حلبة تقدر تروح فيها البيت. الفتحات اللي موجودة في السيارة كلها لها هدف. الناس أول ما شافت السيارة كان عندهم شوية مشكلة بالشكل، ولكن كل فتحة هم مسوينها مصممين أنها تودي الهواء، إما يسوي داون فورس زيادة على السيارة أو يقلل الدراج أو أنه يعطيك هواء يمر على جوانب السيارة. قاعد تسمعون هذا 720، أو يخلي الهواء يمر على جوانب السيارة بشكل ممتاز، بحيث أنه يصير عندك أحسن اير فلو وبنفس الوقت أفضل داون فورس وتماسك موجود على السيارة. على سبيل المثال الهواء راح يدخل من الأمام يمر على راديترات، الراديترات هني، بعدين هني في عندنا ارتفاع صغير يودي الهواء، ياخذ الهواء الحار اللي طالع ويوديه على جوانب السيارة. بنفس الوقت الهواء اللي نضيف راح يمر بالنص وروح حق الاير سكوب اللي فوق السيارة يوديك حق الاير انتيك. بنفس الوقت الهواء اللي يمر هني راح يمر مع الباب مع المناظر، يروح حق الراديتر اللي ورا ويطلع من الراديتر اللي ورا ايضا بشكل مرتب، وفي بريشر ممتاز علشان ما يختلط الهواء الحار بالهواء البارد. واخر شيء عندنا الجناح العملاق اللي تشوفونه يشتغل ثلاث وظائف. الوظيفه الاولى اللي هي الداون فورس، اللي هو هذا الوضع الطبيعي اللي هو موجود عليه، بعدين لما تدوس حد الدوسه بالسريت راح ينزل شوي علشان يقلل الدراج، اللي هو وضع الدي ار اس اللي هو دراج ريدكشن سيستم. بعدين عندنا لما تطق فول بريك راح تلاقي الجناح يصعد تقريبا حركه الجناح 35 درجه علشان يساعدك على التوقف. اللي نقصده بالمونو كيج اللي هو هذا، كان عندنا قبل كان يسمونه المونو سيل او المونو كيج، اللي هو خلينا نقول وحده من فصله هي عباره عن الشاصي اللي راح يركبون عليها المحرك في الخلف ويركبون عليها السسبنشن في الامام. هذا اللي تشوفونه المساحه اللي هني القصه هذه علشان ينفتح الباب لسهوله دخولك وخروجك، هذا شفناه على 720 من قبل. ولكن شنو اللي تغير عندنا في المونو كيج نمبر 3؟ ان هني هذا صار يشتغل حاليا شغل الرول كيج، ولكن بدل ما يحطون لك رول كيج اللي هو عباره عن البايبات اللي داخل صار كله من الكربون فايبر. واللي تشوفونه هني هذا السيت، السيت هذا وزنه بالكامل مع الكوشنز اللي موجوده عليه 3.4 كيلو. انت متخيل الحين لانه في البراكت او خلينا نقول الفريم هذا الالومنيوم، ولكن وزنه وايد خفيف ومحاطينه لانه بروحه راح ينقلب ويطيح. الجناح اللي تشوفونه ورا الجناح هذا وزنه 4.8 كيلو، يعني اقل من 5 كيلو، ولكن يتحمل 100 مره وزنه من الداون فورس والهواء اللي يضغط عليه. وقت اللي يصير عندك انت فول ثروتل راح يكون كل الوزن هذا على الجناح. يعني تخيل، يعني انا لو قلنا مثلا وزني 50 كيلو 10 مثلي ممكن يوقفون على الجناح راح يتحمل وزنهم. نتوكل على الله، احنا حاليا طالعين. اللفه الاولى راح تكون شويه بطيئه علشان نسخن التواير، لان هذه التواير مصنوعه مخصوص، تم تطويرها بين بيرلي ومكلارن مخصوص حق السياره هذه، مستخدمين فيها نوع من الربر او البطاط مخصوص حق السياره هذه لما يطورونها. فاللفه الاولى راح نسخن التواير، لان هذه السياره تتطلب
جريب معين، داون فورس معين، فراح نكون شويه بطيئين علشان نحصل حراره زياده في السياره. ارقام ارقام ارقام، السياره هذه 800 هورس باور، 800 نيوتن متر من التورك، ومجموع الداون فورس 800 كيلو. اذا قلنا ان الجناح بروحه يولد تقريبا 500 كيلو جرام من الداون فورس، فبقيه اجزاء السياره تعطيك تقريبا ما يقارب ال 300 كيلو، فيصير عندنا مجموع الداون فورس تقريبا 800 كيلو. السياره فيها اير دينامكس شيء وايد خيالي، راح نتكلم عنه لما شوي نسرع بالحلبه ونبلش نعطيكم ارقام اكثر. لازم تكون حذر وتحترم القوة اللي موجودة بالسيارة، لأن أنت تقريبا عندك 800 نيوتن متر متوفرين من RPM يكون نازل، فدائما يكون عندك مجال أن السيارة تفلت فيك من وراء حتى لو كان الجريب وايد عالي، فلذلك لازم تحترم السيارة شوية. احنا اليوم موجودين في حلبة أستورل لسبب واحد، هذه الحلبة هي أول حلبة فاز فيها الأسطورة إيرتون سنة في سنة 1985، كان في سباق كله مطر وفاز بالمركز الأول بينه وبين الثاني أكثر من دقيقة، بس علشان تعرفون. فهم اليوم تخليدا له هذه السيارة مسمينها عليه، وبنفس الوقت جايبين الحلبة اللي هو فاز فيها للمرة الأولى. السيارة البريك اللي فيها وايد خيالي، البريك هذا تطويره يحتاج 7 أشهر ما بين أنهم يجهزون الكاربون سيراميك ويخلون الكاربون سيراميك هذا جاهز للاستخدام، يعطيك تماسك وقوة توقف أفضل وايد من السيراميك اللي موجود على 720، مع أن اللي موجود على 720S أصلاً بريك جبار، ولكن هذا أفضل. حالياً احنا تقريباً خلصنا لفة كاملة، الحين راح نخلص من الكورنر الأخير وبعدها راح ننطلق بأقصى سرعة. تقريبا في نهاية السريت راح تكون سرعتي 280-290 كيلومتر في الساعة، وراح تشوفون قوة البريك راح نوقف تقريبا في أقل أو تقريبا في 150 متر. بالكم شغلة، عندك انت الحين تواير فيها جريب وعندك داون فورس وايد عالي، لما تدوس حد الدوسة الجناح راح يرجع الى وضعية اسمها DRS. DRS اللي هو تكلمنا عنه الدراج ريدكشن سيستم. هي راح ناخذ الكورنر هذا فلات اوت، مستحيل الباور، مستحيل. البريك خيالي، عندنا مثل قدام شيء اسمه فرونت ايرو، هذا راح يعطيك يفتح لما تكون ان انت مسرع وايد، ولما تطق بريك يرجع يسكر مره ثانيه علشان يخلي عندك فرونت جريب، يخلي عندك تماسك في الامام، شيء خيالي. وهذا اللي يعطي السياره يمكن القدره في المنعطفات بشكل ممتاز. والجناح له 3 وضعيات، الوضعيه الاولى راح تكون اللي هي الوضع الطبيعي علشان يعطيك افضل تماسك وداون فورس انت تحتاجه في الحلبه. الوضعيه الثانيه لما تكون في الستريت راح يعطيك افضل وضعيه حق الدي ار اس، اللي هو يقلل الدراج اللي على السياره والفلابس اللي قدام تفتح، ولكن لما تطق بريك راح يحول يفتح الجناح يصعد مره ثانيه، راح يصير عندك افضل بريك انت تتوقعه في السياره. طبعا الحين السياره يعني شغلات معينة أنا خففت شوية عشان أقول لكم إياها. السيارة هذه تقدر تستخدمها استخدام الشارع العادي، تقدر تعلي السيت وتوطيه على حسب استخدامك، بس لازم تبلغ المصنع لأن الموضوع يحتاج براغي، مو أن أنت تعليه وتوطيه بشكل أوتوماتيكي. شغلة ثانية، عندك الشاشة تقريبا نفس اللي موجود على 720، ولكن لازم تفهمون أن هذه مو تطور 720 ولا النسخة المخففة منها أو نسخة الحلبة من 720، لا، هذه سيريز جديد
بالكامل، سيارة فيها تكييف، فيها لوحات، فيها كل شيء. تقدر تطلب في المستقبل الناس اللي تحب اللايت ويت اكسترا يقدرون ياخذون رنجات مصنوعه بالكامل من الكاربو فايبر من MSO اللي هو ماكلارن سبيشال اوبريشنز، ممكن يسوون لك اللون اللي انت تبيه والشكل اللي انت تبيه والرنجات اللي انت تبيها. نرجع مره ثانيه حق الجد، السسبنشن اقرب ما يكون حق سيارات السباق، الداون فورس اللي موجود في السياره اقرب ما يكون حق سيارات السباق. هذه السياره اسرع من سيارات ال 650 مالت الجي تي 3 تقريبا 200 حصان، نفس الوقت فيها نفس كميه الداون فورس وبريك خياليه نفس اللي تقريبا يستخدمونه، اقرب شيء حق التكنولوجيا اللي مستخدمه في السباقات. فرونت جريب خيالي، لازم تحترم الباور. هذه تقريبا من امتع السيارات اللي انا سكتها حاليا في حلبة. الباور لازم تحترم الباور. انا وايد مستمتع، علشان كذي وايد صعب ان انت تركز وانت تسوق سيارة مثل هذه وانت قاعد. لازم تعرفونها، انا وايد احبها بمكلارن. اولا ان هذه السياره الستيرنج اللي موجود هيدروليك، فالاحساس من الستيرنج اللي انت قاعد تحصله شيء وايد حلو. بنفس الوقت في البريكس الاحساس مال البريكس شيء وايد جميل، وايد حلو. ما تحس البريك اللي مصطنع او السكان الالكتريك، لا، كل شيء في السياره وايد موزون. وهذه يمكن واحده من الشغلات اللي اليوم تميز مكلارن في الماركت هذا. ما في شيء اسمه تيربولاك، انتهى شيء اسمه تيربولاك. بالنهاية سيارة مثل هذه عظيمة، تتطلب احترام عظيم. شكر خاص حق شركة علي الغانم وأولادها للسيارات اللي دعونا علشان نحن نجرب سيارة مثل هذه فيها الحلبة التاريخية. ونتمنى تكون عجبتكم الحلقة، راح يطلع لكم الحين جميع شبكات التواصل الاجتماعي اللي احنا شغالين عليها، تقدرون تتابعونا وتعرفون كل السيارات اللي احنا قاعدين نجربها خلف الكواليس. واتمنى تكون حلقة عجبتكم، وننطلق مرة ثانية في آخر لفة. مع السلامة.